السلام عليكم. اليوم انا رايحين نعملوا حلوه تاع البينا باتر واللي هي معجون الكاوكاو زبده الكاوكاو whatever you think. اليوم انا رايحين نعملوا حلوه بزبده الفول السوداني، يعني حلوه بالبينا باتر. الكيفيه نحتاج الى كاس من زبده الفول السوداني، يعني الكاوكاو، زبده الكاوكاو اللي هو البينا باتر. نحتاج الى بيضه كبيره، قرصه ملح، نصف كاس من السكر، سكر عادي، نصف ملعقه صغيره من الفانيلا، نصف كاس من السكر البني. ولا ما عندكمش هذا السكر البني تقدروا تستعملوا هاد الاسيله تاع المنزل واللي هي سيرو، يعني شيره ولا شربات كيما تسموها تاع المنزل. نضع زبده الفول السوداني اللي هو زبده الكاوكاو بينا باتر، نضيف اليها نصف كاس من السكر، سكر عادي، نضيف اليها نصف كاس من السكر البني. ولا ما عندكمش هذا السكر ممكن تعويضوا بالسيرو الشربات، يعني عسل مش طبيعي. راح نضيف قرصه ملح، يعني قليل فقط، ونضيف نصف ملعقه صغيره من الفانيلا، حبه بيضه الى هذا الخليط. هنا راح نحرك جيدا باليد لنتحصل على عجينه. هذه الحلوه هذه ليست بالفرينة، لا نضع الفرينة فيها. راح نغطوها بورق بلاستيكي ونضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى ساعة، يعني بين 30 حتى الساعة داخل الثلاجة من الأسفل. عودة مجددة أحبائي، بعد ما خلينا هذه العجينة تاعنا ترتاح داخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة، أنا خليتها 45 دقيقة. إذن إحنا كما راكم تشوفوا هذه العجينة، هنا عندي سنيوة، سنيوة اللي تروح داخل الكوشة، عندي هاد هدايا البيبر، هدايا تاع الطبخ نحطوه هنا، كذلك عندي السكر، السكر عادي كما راكم تشوفوا. راح نبداو. شعلت الفرن تاعي على درجة حرارة 250، نعملو هكا دائرة، نحطوها داخل السكر، نحطوها هنا. إذا نحاولو نعملوهم كامل في نفس الحجم، هكذا نعملوهم داخل السكر، سكر عادي. اذا هكذا كما راكم تشوفوا فيهم، الان انا راح نحطهم داخل الفرن لمده 7 دقائق حتى 8 دقائق، يعني حتى يرجع لونهم ذهبي، يعني ما تخليهمش حتى يطيبوا بزاف، ثم راح ننزعهم. هكذا بعد ما طابوا راح نحطهم هنا، وهكذا سخونين راح نعملوا لهم، يا اما تعملوا لهم اللوز، حبات من اللوز، او هذوك الحبات من الشوكولاته هادو تحطوهم من الفوق وتزيروا عليهم باش يدخلوا هكذا. نحطهم في الوسط. هكذا كانت عمل طريقة حلوة زبدة الفول السوداني واللي هي زبدة الكاوكاو. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقة هذه، ولا عجبتكم عليكم غير تشاركوا في القناة تاعي، ديروا جيم لهلا فيديو هكذا باش يلحقكم جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.